الخير. فانتشرت ظاهرة كما ذكرت في الفقرة الأولى الإجازة المرضية الكاذبة، يذهب عند حاجة، يريد يريح، يريد يسافر، يريد يتاجر، يريد أي حاجة، يأخذ إجازة مرضية، الطبيب يعطيه إجازة مرضية 4 أيام أقل أكثر. ما حكم هذه الإجازة المرضية بالنسبة للطبيب وبالنسبة للمتمارض وليس المريض؟ الإجازة الطبية الكاذبة الودية، ربع، ألو راح يجيك صاحبي فلان، مشى الطبيب في البيت أصلا كاتب الورقة يا وختم، ماذا يقول؟ هذا ما ينطبق عليه يا جماعة. اسألوا أي، هذا من بداهات الأمور لا يحتاج تستفتي فيها. هناك قضايا في حياتنا الاجتماعية والحياتية يا جماعة يجب أن تكون من البداهة، مثل ما أنت يعني تفتح الباب هكذا بالبديهة، مثل ما ترفع إيدك بدون ما تعلم كقضية آلية بالبديهة، البديهة العملية، هكذا يجب أن يقول عليه الصلاة والسلام عندما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. يعني موضوع انتبهوا، في شيء غافلين عن الناس، في تنبيه خطير، في ناس ما يعتبرون من الكبائر، في ناس يهولون منه. قال عليه الصلاة والسلام وقول الزور وشهادة الزور، والروايات كثيرة هذه أقصرها، وقول الزور وشهادة الزور، وقول الزور، وهذه يكررها، وشهادة الزور. الطبيب اللي تعطي إجازة مرضية لمن لا يستحق، أنت قلت زورا وشهدت زورا وخنت الأمانة. وأنت يا مدرس، يا موظفة، يا أي كنت، أنت أيضا مارست عدة أمور. أولا أكل الحرام، المعاش اللي راح يجيك هذا أكل حرام، هذا لا تتصدق فيه، هذا ما يقبل منك، حرام عليك، أكل الحرام. ثم مارست التزوير أيضا، مارست المخادعة، مارست رذائل كثيرة. طب في شيء ثاني، أن هذا الطبيب أحيانا يعطي إجازة مريض بس الرجل يحتاج يومين راحة، يعطي 5 أيام، هذا أيضا خيانة للأمانة، لأنه أعطاه ما لا يستحق. يجمع كلها مسألة مرتبطة بالحقوق والواجبات، ما لنا، ما الذي حصل يا أخواني؟ هكذا. هل لو كان الطبيب يعبد الله كأنه يراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هل لو كانت هذه القاعدة ماثلة في ذهنه، شاخصة أمامه، حاضرة في وجدانه، كان يفعل هذا الشيء؟ هذا وغيره وغيره من مسلكياتنا الأخرى